الآلية كمان الأمانة الفنية باعتبارها الآلية المشرفة سوف تنسق مع اللجان سيتم تشكيلها على مستوى المحافظات بناء على قرار سوف يصدر من معالي السيد وزير التنمية المحلية للرقابة على الأسواق. الأمانة جزء من عملية الرقابة، أولا سوف تكون هناك متابعة أسبوعية لمستوى الأسعار ومتابعة شهرية لأي اختراق قبل تعديل أي أسعار من أسعار السلع الأساسية. لابد أن يتم تقديم اختار للأمانة الفنية بصورة شهرية، ويرفق بهذا الاختار المستندات التي توضح أسباب رفع أسعار السلع. إذا الأمانة الفنية سوف تراقب الأسعار، سوف تنسق مع الجهات الرقابية، سوف تعتمد أو تنسق مع بجانب شغلها مع وزارة التموين من خلال الرقابة اليومية على الأسواق التي تقوم بها وزارة التموين. وإن شاء الله بنأمل طبعا أنه بمجرد ما تفعيل الآلية أنه الأسعار إن شاء الله تستقر خلال الفترة المقبلة.